السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ورب دايما مشاريع تربية الطيور بتاعتكم تكون محققة كل الأرباح اللي انتوا بتتمنوها وكل النجاحات اللي انتوا عايزينها. النهاردة احنا جايين نتكلم في موضوع اتردد عليه بعض الأسئلة وترددت عليه بعض التساؤلات على القناة، وهو نوع العلف، أو بالتحديد نوع شركة العلف اللي لازم نتعاون معاها، سواء بنربي أعداد قليلة أو بنربي في مشاريع كبيرة. وبعيدا عن أنواع العلف، في حاجة في العلف بعيدا عن أنواعها هي نسب البروتين. في علف 23% بروتين، وفي علف 21% بروتين، وفي أنواع تانية 18% بروتين و16% بروتين و19% بروتين. كل دول أنواع أو نسب البروتين في العلف. إنما إحنا جايين نتكلم على الأنواع بتاعة الشركات. كل شركة ليها مواصفات خاصة وليها قيمة خاصة، وزي ما تقول كده احنا بنثق في كل شركة بنسبة ما. ايه افضلهم سواء انت بتربي في مشاريع كبيرة او على سطحك اعداد قليلة؟ هنعرف مع بعض في الفيديو ده. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مخصوصة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا نعرف مع بعض ازاي نختار افضل نوع علف مناسب للتربية بتاعتنا وللطيور بتاعتنا. التربية السليمة عموما اللي بيطمح المربي فيها انه ياخد نتائج وتكون سريعة وياخد ارباح كويسة ويتقل الخسائر ويقل النفوق، بتعتمد اعتماد كلي على فكرة انتقاء نوع العلف. يعني لازم تختار نوع العلف بعيدا عن نسبة البروتين. نسبة البروتين دي حاجة ونوع العلف حاجة. نوع العلف اللي هو اسم الشركة اللي بنتعاون معها، احنا الحمد لله جربناهم كلهم وعندنا خبرة كبيرة في كل نوع وتأثيره على الطيور بتاعتنا. واحنا النهاردة جايين نقدم لكم خبرتنا الخاصة في انواع العلف، ودي هتنفع لكل انواع الطيور، مش للفراخ لوحدها او للبط لوحده او الوز. لا، موضوع النهاردة لائق على كل أنواع الطيور وينفع تستفيد به مع أي نوع من أنواع الطيور اللي انت بتربيها، سواء فراخ أو بط أو وز أو حمام أو سمان أو أي حاجة. هنقول لكم إن احنا في بدايتنا كنا بنستهلك نوع معين من شركة معينة من العلف. لما خلص النوع ده وبقى مش موجود في السوق، احنا بقى كان لازم ندور على بديل. وطبعا احنا مش فاتحين مشاريع كبيرة، احنا بنربي اعداد قليلة، لذلك احنا مش هنحتاج الطريقة التانية اللي هنكلمكم عنها وهي بتاعة المشاريع الكبيرة. احنا بنربي اعداد قليلة زي ناس كتير قوي عندهم سطح او مزرعة صغيرة بيربوا فيها اعداد قليلة من الفراخ او من الطيور عموما. لما خلص نوع العلف اللي احنا متعودين نستخدمه على طول، كان لازم علينا وكان فرض علينا نجد بديل، علشان السوق طبعا بيحكم بأحكامه، وانت مش في ايدك حاجة غير انك تلاقي بديل للعلف ده وتشوف نوع من العلف تاني. اهتمامنا احنا الشخصي بالفراخ بتاعتنا وبتربية الطيور خلانا ندقق في نوع العلف، مش اي نوع وخلاص هينفعنا وهينفع الطيور بتاعتنا. بعد ما لفينا كتير على انواع العلف، وجدنا نوع جديد بديل للعلف اللي احنا متعودين عليه من الاول. النوع التاني ده يقرب من الاول جدا في الفايدة وفي النتائج، وبيدينا نتائج حلوة زي الاول بنسبة كبيرة، مش زيه بالظبط لكن هو مرضي جدا ومفيد زي النوع الاول. التربية عموما، تربية الطيور بتعتمد على وعيك كمربي. لازم يكون عندك وعي لنوع العلف اللي انت بتستهلكه، مش اي علف وخلاص هيفيدك وهيخلي الطيور بتاعتك صحتها كويسة وانتاجها كويس. لازم تركز على الصلاحية، ولازم تركز على نسبة البروتين، ولازم تركز قبل ده كله على نوع الشركة اللي انت بتتعامل معها. لو عايز طبعا انتاج كبير وسريع وارباح وقلة نسبة النفوق، علشان تحافظ على كل الحاجات دي لازم تركز على نوع العلف. خبرتنا بقى للي بيربي على السطح اعداد صغيرة، في نوع معين من العلف احنا كنا متعودين نستخدمه،
سواء انت طبعا بتربي على السطح دي ليها طريقة، واللي بيربي على في مشروع كبير دي ليها طريقة تانية. لازم نركز في الموضوع ده وفي الفكرة دي. الطريقة هتختلف لو انت بتربي في مشروع كبير. احنا في فيديوهات سابقة اتكلمنا كتير قوي عن تربية الطيور، دجاج، بط، فراخ، بيضة، كل حاجة. اتكلمنا عن كميات العلف اليومية بالعمر، لكل عمر لازم يستهلك الطائر قد ايه. اكتبوا اسم قناة طيور فوق السطح على اليوتيوب وهتلاقوا شرح وافي لكل حاجة على اليوتيوب وعلى القناة، لكل انواع الطيور وكمية العلف المستهلكة بالعمر، كل عمر بيستهلك قد ايه. النهاردة احنا جايين نتكلم على النوع الاول اللي احنا متعودين من البداية نستهلكه وبعد كده اتقطع، وهو علف النماء. علف النماء اتقطع فترة وخلانا يعني مش عارفين نلاقي بديل، بس احنا طبعا لقينا مع الوقت بعد ما جربنا. احنا كنا متعودين على شركة النماء. علف النماء ده نتائجه مضمونة جدا، انتاج كبير وانتاج وفير، نفوق قليل، اعلى نسبة بروتين هتلاقوها في علف النماء، 23% بروتين. اللي بعده على طول هو ده البديل اللي احنا لقيناه، والبديل ده ينفعنا لما نكون بنربي اعداد قليلة او على سطح صغير او مزرعة صغيرة، انما شركة كبيرة استنى لحد اخر الفيديو. النوع اللي بعد كده هو كان علف الايمان، شركة الايمان، وده كان 21% بروتين، يقل في نسبة البروتين لكنه كويس زي النماء، هو بس فيه شوية سموم اكتر بنسبة قليلة، لكن يمشي وانتاجه واثره على الطيور كويس جدا. بعده في المرتبة الثالثة علف الفجر، 21% بروتين، وهو بعدهم في المرتبة على طول في البدايل. وبعدهم في المرتبة الرابعة هو علف القاهرة، وكلهم زي ما احنا عارفين 21% بروتين، ما عدا العلف النماء اللي هو 23% بروتين. التلاتة اللي بعده 21% بروتين وهم بدايل لعلف النماء. الاول هو اللي احنا جربناه ولقيناه افضلهم، التلاتة اللي بعده كويسين جدا وانتاجهم كويس، لكن الاولوية والافضلية بترجع لي علف النماء اللي في الاول. اللي بيربي بقى مشاريع كبيرة لازم يستخدم علف النماء، ما ينفعش يستخدم اي نوع تاني، لان اي نوع تاني مش هيفيدك لو انت فاتح مشروع كبير ومستني ارباح كبيرة. طريقة الاستعمال بقى ان احنا عندنا شعار رافعينه من بداية القناة اسمه لا لتغيير العلف لاي طائر انت بتربي. انت هتستخدم علف ناعم على طول، وكل طير له نسبة من العلف، نسبة يومية من كمية العلف، ومشروحة على القناة في فيديوهات كبيرة وكتيرة جدا على قناة طيور فوق السطح. وبكده فيديو النهاردة خلص. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.